السلام عليكم. مع قناة A to Z Back Coding اكتفي ما خفي كان أعظم. هنقدم لكم النهاردة ازاي نعالج مسمار فانوس الفانتازيا لو انكسر، المسمار بتاع الفانوس الأمامي لو انكسر ازاي بنعالج الموضوع. موضوع بسيط جدا، بنجيب مسمارين البلاستيك بتوع السديري بتاع الله يعزكم القعدة الفرنجي، والمسمارين دول هنجيبهم وهنستخدمهم بدل اللي انكسروا في الفانوس. اذا كان الفانوسين اتكسروا هنستخدم الاثنين، لو فانوس واحد هنستخدم واحد. ادوات بسيطة بالاضافة الى مجموعتين لحام الحديد وبنطة صغيرة، بحيث ان انا لو المسمار مقطوم على الوش بقدر ايه اتقب مكان على قد مكان المسمار البلاستيك. تابعونا بعد الفاصل وهنشوف احنا عملنا ايه. ما خفي كان أعظم دايما جديد.